السيدة خديجة وعائشة وفاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم. تتوالى العصور وتبقى المرأة بطلة بجميع ما تقدم. نحن اليوم مركز بينوس، هذا المركز مفتتحينه جديد، هو مركز ثقافي. بينوس هو يعني القلم، طبعا في الكردي انه القلم هو دائما بيدون كل شيء، وان شاء الله بندون كل شيء حلو. اليوم كان عندنا امسيه موسيقيه تراثيه، تراثيه للالات التراثيه الموجوده هون عندنا، مثلا مثل العود والبزق والناي، الدف اللي بيسموه. حاولنا نعمل تماسك مجتمعي أو بناء سلام من خلال الموسيقى، لأنه الموسيقى دائما هي لغة الجميع. فمن خلال الموسيقى مثل ما كل الآلات قدرانين يعزفوا معزوفة واحدة معزوفة حلوة، نحن قدرانين نكون كلنا صوت واحد ونبني هذا السلام. طبعا أكيد المرأة هي دائما بنعتمد عليها، هي الأقوى. مثل ما هي قدرانة تكون عيلة حلوة، هي قدرانة تبني مجتمع حلو. فدمجنا المرأة مع الموسيقى واحتفلنا اليوم في عيد الأم، في عيد نوروز، في عيد هو شهر الربيع شهر الآيات، عيد المرأة، وبناء تماسك مجتمعي إن شاء الله. وبحبها كتير، وبهديها هدايا وبهديها رسائل كتير، وبحبها كتير. كل عام وانتي بألف خير ماما، بحبك. أهمية هاي الأمسية اليوم هي المساهمة بالدمج المجتمعي وبناء السلام. طبعا كانت المناسبة هي أعياد شهر آذار بما تحمله يعني. بصراحة الجلسة أو الأمسية كانت رائعة، ضمت كل أطياف الشعب السوري، بما أنه عفرين هي مدينة مصغرة جامعة الكل. كانت رسالة بناء سلام رائعة، بس عبروا الموجودين كلياتهم الحضور عن حبهم للحياة، قديش مر علينا نحن كشعب سوري لسه قادرين نوقف ونحتفل بأعيادنا ونقدر ذاتنا. فهي رسالة كتير مهمة بتنطلق من مدينة عفرين تحديدا اللي بتضم جميع المحافظات السورية، كانت رسالة سلام كتير قوية وقديش نحن متمسكين بالسلام. يعطيكم العافية، تشكروا على جهودكم، وكثير سررنا اليوم بهاللقاء هذا وبهالحفلة هاي. وعبالي إن شاء الله كل سنة وكل الأمهات بخير. واليوم يوم مقدس عنا بالنسبة لنا، اليوم عيد الأم، يعني بالنسبة بيعني لي كل شيء أنا، باعتبار ما شفت أمي 25 سنة، أمي الله يرحمها. وعبالي إن شاء الله سنة الجاي بهاليوم هذا تفرج على كل أهل سوريا وكل ما شايف أهله يشوفهم ويلتقوا ببعضهم، وإن شاء الله هيك يفرج السلام على كل سوريا. I'm not afraid.